بسم الله الرحمن الرحيم، أحبائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود حميد معكم ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف الثالث. بداية يا شباب، نطلب منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإن أعجبك الفيديو أن تضغط لايك. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس أن يقدم لكم الوقت لأقرب دقيقة. تعلمنا يا شباب كيفية كتابة الوقت لأقرب دقيقة بأكثر من طريقة، نأتي لنطبق. افتح معي الكتاب صفحة 299. في التمارين 5 إلى 7 أكتب الوقت الموضح على كل ساعة بطريقتين. أول ساعة يا شباب ساعة السؤال رقم 5، بها عقربان، عقرب قصير يشير إلى الساعات، وعقرب طويل يشير إلى الدقائق. عقرب الساعات هنا باللون الأزرق، وعقرب الدقائق باللون الأحمر. عقرب الساعات يا شباب بين الأحد عشر والاثني عشر، ممتازين. وعقرب الدقائق عند من يقول عند الأربعة. إذا نقول 11 و4 دقائق. أحسنت، لا أستطيع ذلك لأني لابد في الدقائق أن أعد يا شباب بماذا؟ بالخمس. فنقول 5 10 15 20، ممتازين. يبقى هنا يا شباب نقول الساعة كم؟ كم يا شباب الساعة هنا؟ الساعة 11:20، أي الساعة 11:20. أحسنتم أحسنتم. في الساعة في المساء رقم 6 مكتوبة بالطريقة الرقمية 7:39. كيف نكتبها يا شباب؟ بالفعل نقول هنا أن الساعة كم؟ 7. وكم دقيقة يا شباب؟ 39 دقيقة. أحسنتم أحسنتم. هنا أستطيع أيضا أن أقول أن الساعة يا شباب 8 إلا 21 دقيقة. لماذا؟ من يجيب؟ أريد بطلا. ممتاز ممتاز ممتاز. لأن 39 كي تصل إلى 60، أي أزيد 7 واحد، أحتاج إلى 21 دقيقة. فإن وصلت 39 إلى 60، أي باقي 21 دقيقة، تصل الساعة 7 إلى 8، لكنها لم تصل، فنقول إلا 21 دقيقة. ممتازين. في المساء رقم 7 يا شباب عندي عقربين، عقرب قصير أزرق يشير إلى الساعات، وعقرب طويل أحمر يشير إلى الدقائق. العقرب القصير يا شباب بين 8 و9. أحسنتم أحسنتم أحسنتم. وعقرب الدقائق يا شباب أقل من 9 بخط صغير. ها، من يقول يا شباب؟ من يقول؟ من يقول؟ نعد بالخمسات. يا هي 5 10 15 20 25 30 35 40. هل أستطيع أن أقول 45 يا شباب؟ هنا 40 وقفنا عندها أهو، وهنا 45. هل أستطيع أن أقول 45؟ لا لا أستطيع، لأني لم أصل إلى 9، لكن قبلها بخط صغير، أي قبل 45 بواحد، أي 44. كنا من الممكن أن نعد، نقول 41، 42، 43، ثم 44، فتكتب هكذا يا شباب. ثمانية وأربعة وأربعين، أو الساعة 48 دقيقة. أحسنتم أحسنتم يا شباب، ونفع الله بكم. في صفحة 300 يا شباب عندي سؤال رقم 10، أكون دقيقا. غادرت نادية منزلها في تمام الساعة 3 إلا 25 دقيقة. أرسم عقربي الساعات والدقائق على الساعة أدنى، هذه هي الساعة، لتوضيح الوقت الذي غادرت فيه نادية منزلها. الساعة 3 إلا، أي أن عقرب الساعات يا شباب لم يصل إلى 3 بعد، بين الاثنين وبين 3، لأنها 3 إلا، قلنا 3
إلا. طيب هنا يا شباب، عقرب الساعات هل هو الأطول أم الأقصر؟ أحسنت، هو الأقصر، ويكون بين الاثنين والثلاثة. هنا نرسمها يا شباب أقرب إلى الثلاثة من الاثنين. لماذا؟ لأن الباقي أقل من نصف الساعة، نصف الساعة اللي هو 30، فتكون أقرب إلى العدد 3 منه إلى العدد 2. لكن عندي مشكلة، يقول إلا 25 دقيقة. 25 دقيقة يا شباب باقية حتى نصل إلى 3، هل نعد من هذا الاتجاه أم من هذا الاتجاه؟ نعد يا شباب من الاتجاه الأزرق، لأننا نقول إلا أي أنها لم تصل، لكن إن كانت و نعد من الناحية الحمراء أو من ناحية السهم الأحمر. طيب هيا بنا نعد يا شباب، نبدأ من الاثنى عشر إلى الأحد عشر في هذا الاتجاه، 5 10، 15 20، 25. وقفنا هنا يا شباب عند العدد 7، بدأنا بالخمس، 10 15 20، ثم 25. إذن في أقرب دقائق يشير إلى العدد يا شباب العدد 7، بالفعل يشير إلى العدد 7 ويكون هو العقرب الأطول، وأشرنا إليه هنا باللون الأحمر. في نفس الصفحة عندي سؤال لكم أيها الأذكياء، سؤال رقم 11، مهارات التفكير العليا. قررت سارة وصديقاتها الالتقاء في تمام الساعة 7. وصلت صديقتاها حنان وليلى، اثنين من أصدقائها وصلوا في تمام الساعة 7 و10 دقائق. كيف نكتب 7 و10 دقائق يا شباب؟ أحسنت، بالطريقة الرقمية هذه ممكن. ووصلت صديقاتهما إيمان، الصديقة إيمان تأخرت بعض الوقت، ووصلت صديقاتهما إيمان بعدهما ب35 دقيقة. عندي 35 دقيقة، اكتبها تحت الدقائق. في أي وقت وصلت إيمان؟ هي تأخرت عنهم، فنقول زيادة أم نقصان يا شباب؟ أحسنتم، نقول زيادة، إذا نستخدم الجمع ونجمع هنا يا شباب الدقائق مع الدقائق، ولا يوجد عندي ساعات، فتظل الساعة كما هي إلا إذا وصلت إلى 60. نجمع 10 مع 35 يا شباب تكون كم؟ بالفعل 45، والساعة تكون كما هي 7. لكن السؤال يقول أكتب الوقت بطريقتين، هل هناك طريقة أخرى لكتابة الساعة؟ بالفعل، ممتاز، من الممكن أن نقول الساعة 7 و45 دقيقة، بل أيضا يا شباب من الممكن أن يكون أحدكم يقول من الممكن أن نقرأها 8 إلا 15 دقيقة. من يقول كيف يا شباب؟ من يقول؟ من يقول؟ أحسنتم، باقي من على 45 حتى نصل إلى 60 15 دقيقة يا شباب. إن وصلت إلى 60 فتكون الساعة 8، فنقول 8 إلا 15 دقيقة. أحسنتم ونفع الله بكم. في نفس الصفحة يا شباب السؤال رقم 13، اتصلت مريم بجدتها وأنهت المكالمة في الوقت الذي يشير إليه عقرب الساعة أدناه، أي من مالي لا يبين؟ طريقة أخرى لكتابة هذا الوقت. عقرب الساعات يا شباب إلى أين يشير؟ بين الثالثة والرابعة، وعقرب الدقائق بين التاسعة والعاشرة. أحسنت، أحسنت، بين رقم 9 ورقم 10. هنا في أول اختيار يقول 9، الساعة 9 إلا، لكن عقرب دقائق هنا يشير بين الثالثة والرابعة، إذا كلام غير منطقي، هذا لا يبين طريقة لكتابة الوقت المشار إليه. طيب في المسألة التي تليها 3 و46، فعلا هو هنا بين الثالثة والرابعة وأكثر من 9 بواحد، فنقول 46، ممتاز، هذه تصح. في التي تليها يا شباب 46 دقيقة بعد الساعة الثالثة، فعلا كلام رائع. هنا 9 و19 دقيقة، 9 كيف 9؟ عقرب الساعات يشير بين الثالثة والرابعة، هل هذا معقول؟ ليس معقولا، إذن فهو كلام غير صحيح.
ولا يبين طريقة لكتابة هذا الوقت. 14 دقيقة قبل الساعة الرابعة. بالفعل قبل الرابعة، لو عددنا هنا يا شباب بالعكس سنجد أننا 14 دقيقة، هنا 5، 10، ثم نرى يا شباب بعد العشر 11، 12، 13، 14. بالفعل بباقي 14 دقيقة يا شباب فقط كي نصل إلى الرابعة. يبقى هي إجابة صحيحة. يبقى الذي لا يبين طريقة لكتابة الوقت هو 9 إلى 14 و9 و19. أحسنتم يا شباب. نأتي إلى السؤال التقليدي، ماذا تعلمنا اليوم؟ ما شاء الله عليكم، أحسنتم. تعلمنا الوقت لأقرب دقيقة، ومتى نعد من ناحية اليمين لو في اتجاه عقارب الساعة، وكيف نعد بالعكس يا شباب عندما يكون إلا، فنعد بالعكس في عكس اتجاه عقارب الساعة. أيضا الساعات نعدها بالواحد، والدقائق عند الأرقام التي نصل إليها نعد بالخمس، إلا في الشرائح الصغيرة نعد فيها بالواحد. أحسنتم ونفع الله بكم، وإلى لقاء قريب ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثالث. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.